طبعا على الهامش احنا دائما بشكل مستمر مع احزاب. الاسبوع السفارت كنا قمنا بمشورات وخيرنا عينات الاحزاب، جبهه القوى الاشتراكيه، حماس، ومستقبل كعينه من الاقطاب الثلاث، ولو ان هذا السرد الكلاسيكي التقليدي للقطب الاسلامي الوطني الديمقراطي قد ولا، ولكن تحصل حاصل ستتغير، سنساهم صوت الشعب وجاي بلوك جديد بتصور جديد بشكل عصري تقدمي رقمي. ففي نظري الآن على الساحة السياسية أن تواكب التغيرات اللي يعيشها المجتمع ويعيشها المجتمع الدولي والمجتمع العالمي والمجتمع السياسي. فهناك معطيات، هناك يجب أن نتكيف مع المتغيرات بشكل إيجابي وبدون عقد. هناك نماذج وهناك خصوصية جزائرية، ندير الخلطة ونعطي البصمة ونخرج ببوصلة جديدة، بتسويق سياسي جديد، في خطاب سياسي جديد. لأن السياسيين في نهاية المطاف دورهم أنهم يحققوا أحلام شعوبهم، والشعب له الحق أن يحلم، ولكن على السياسي أن يجسد الأحلام رياليزابل، يعني قابلة للتطبيق على أرض الواقع. فخلينا اليوم أننا بحاجة إلى مقاربة جديدة في العمل السياسي. فمثلا نحن في صوت الشعب نطرح ثلاث أسئلة في أي مشروع، مثلا المدرسة، مثلا ما هو نوع المدرسة الذي يريدها الجزائري، ما نوع البلدية التي يريدها الجزائري مثلا. فمابقاش نقول باديسي نوفمبري، فهذه خطاب رنانة وكلمات جوفاء. احنا قال بأي تكلفة، مدة الإنجاز، وما هي الطريقة، يعني ما هي الوحدة البيداغوجية، كيف يكون الأستاذ، تكوين الأستاذ، ما هي تكلفة بناء أستاذ في ظروف اجتماعية وتكوين راقي، المقاربة البيداغوجية الصحية للتلميذ للطفل، قدرته على الاستيعاب. فان ديبا تكنيك، ان ديبا مع اختصاص. أنا كسياسي لم معطيات تقنيا ونسوقها كسياسي، قال هذا هو النموذج اللي يحترم الهوية العربية الأمازيغية لدين الإسلام. فخليني نقول الآن أهل الحل والعقد، حل الوقت بعد القيم والأخلاق العلم، هذه المقاربة إذا أردنا فعلا بناء مؤسسات قوية تنتج اقتراحات عملية واقعية من أهل الاختصاص وتحترم الخصوصية الجزائرية ويمكن تطبيقها على أرض الواقع. فمنهجية العمل يجب أن تتغير، المناسبات وهذه العملية السياسية تحت الطلب أو المؤسسة الحزبية المناسباتية قد ولا. الآن الدوام الاستمرارية وفي التكوين السياسي، في خلق حس مدني، في تنوير الرأي العام، صناعة رأي عام، هذا دور الحزب السياسي.